بروح بمسك اكبر اشي قدامه وبزته عليه. مره زل لساني وقلت له عن استاذ ربني راح كسر سيارات الاساتذه كلهم، بتحسه زي جون سينا بس من جلشي. كنا نستخدم صياح عشان يحمينا من الاشرار والاعداء، بس لما صياح يعطل كنا نو كل قتل تصير عينك قد ركبتك. العاهه رقم 3 ايمن. يتميز ايمن بانه لا يتميز باشي اصلا ولا له دخل بالحياه ولا بعمل اشي. ايمن تصفير بعرفش يصفر، وانا رئيس قسم العاهات غني عن التعريف، يعني رجوله اناقه وسامه لباقه جاذبيه شخصيه. طلبت العاهات للاجتماع في اخر درج وقلت لهم شباب انا مش سعيد، شو اللي قيام جلوس يا زلم، بدنا نفل امها. فبعد مباحثات مطوله مدتها 4 دقائق اتفقنا ان ما نداوم لاخر الفصل ونلاقي حلول احلى من حل قيام وجلوس. ثاني يوم اجتمعنا عندنا باب العماره وحطينا مصروفنا على بعض على اساس نشتري فيه دخان فرط والباقي نروح نلعب فيه بلاي ستيشن. فعلا يا جماعه بعديها طلعنا اشترينا دخان فرط ولعبنا بلاي ستيشن وكيفنا وروحنا. بس ثاني يوم لما اجينا نتجمع لقينا ايمن مش موجود، فاكتشفنا انه تبع السوبر ماركت باقي حاكي لابو ايمن انه ايمن مشتري دخان فرط. فانا كرئيس للعاهات كان لازم اتدخل هون. مسكت على الصيني قلت له روح طلع ايمن من المشكله اللي هو فيها. مسك صياح قلت له روح شيل عرض تبع السوبر ماركت. علاء الصيني قدر يقنع ابو ايمن انه ايمن ما كان يشتري دخان له، كان يشتريه لاستاذ.